تقام حاليا على مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصلاة المغلقة أولى مباريات الدور نصف النهائي للبطولة العربية 39 للأندية أبطال الدوري والكأس بين السامية والغراف القطرية. وفي المباراة الثانية يلتقي الكويت مع القادسية عند الساعة 8:15 مساء. زكي وهدف زكي يا زكي يا محمود، لاعب خبرة والسنتر سري حيدر، ولكن حمزة بالريش. الرياكشن للحارس من خلال هذا التصدي، لاحظ تصديه من 6 حتى الآن، الضرغام لم يتصدى لأي تسديدة، هذا راح يتصدى له، نعم يتصدى له، يتصدى لهذه التسديدة.